كلهم طيبين وكل شعب المنوفية المحترم طيب وبخير إن شاء الله. ساعات قليلة وهتكون بشرى سارة لأبنائنا في الإعدادية. ماذا تود أن تقول لأبنائنا اللي هم تعبوا سنة كاملة بمجهود كبير، وحاجة جميلة جدا بتشرف في المحافظة. النتيجة السنة دي أعلى من السنة اللي فاتت. أنا في البداية قبل ما أشكر أبنائي وأهنيهم، أنا بشكر جميع العاملين بالتربية والتعليم معايا هنا في الديوان والإدارات والمدارس اللي هم تعبوا وشايلين أكتر من 90% من العمل التعليمي، لهم مني كل الشكر والتقدير. بالنسبة لأبنائي وبناتي برضو قبل ما بشكرهم وبهنيهم بشكر أولياء أمورهم اللي هم سهروا وتعبوا وامتحنوا وذاكروا وهم اللي إن شاء الله ينجحوا. الله. بقول لي معليك إن الخير وبنهنيك على توليك المسؤولية. الله يخليك يا فندم. بقول الخير على قدوم الموردين. أنا معايا طقم فوق الممتاز في لجنة النظام والمراقبة بالأمانة، معايا قيادات مديرية فوق الممتاز بصراحة. أنا سعدت جدا بالعمل معاهم، بهنيك وبطمنك بإن النتيجة النسبة هذا العام تفوق الأعوام الماضية، وبالنسبة للأوائل بيفوقوا مرات ومرات الأعوام الماضية. عدد وفي خلال وفي خلال يعني ساعات احنا منتظرين معالي اللواء، هنعتمد النتيجة وهنعلنها بس ان شاء الله. بشرنا بالنسبه كام كده استاذ مختار؟ يعني ان شاء الله هتتعدى 70% ان شاء الله. وانا تكلمت كتير جدا مع اخويا الاستاذ عبده رئيس لجنه النظام والمراقبه، راجل فعلا محترم وكان له وجهه نظر حلوه جدا، بيقول احنا بنكرم بكتير قوي 10 15، لا اضرب ال 10 15 دول في 10 هيكون شكل ان شاء تكريم من الله. المديريه ومن محافظه المنوفيه ان شاء الله لابنائنا السنه دي. ان شاء الله في تكريم ان شاء الله في خلال يوم 27 رمضان هيبقى في تكريم لجميع اوائل الشهاده الاعداديه اللي احنا بتاخد السر اللي احنا لسه ما قلناهوش بقى. واستاذ عبده هيزعل مني بس معلش بقى، بقول لك ان اللي حصلوا على الدرجات النهائيه يتعدوا ال 113 طالب وطالبه. وعندي يعني محافظه العلم دي بقى، طبعا محافظه ان طبعا اولادنا دايما راس مالهم العلم في محافظه المنوفيه. طبعا يا فندم انا بهني شعب المنوفيه بالاجماع، لان فعلا المنوفيه ولاده وسباقه والاولى في كل حاجه. فأنا بقول لك دلوقتي لن تكون هناك محافظة على مستوى الجمهورية من ال 27 محافظة هيكون فيها هذا العدد وهذا التكريم، وأنا بهني الطلبة.